نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحادين المصري والدولي للفروسية والهيئة العامة للخدمات البيطرية البطولة الدولية لقفز الموانئ، حيث تعقد البطولة على مدار 3 أيام حتى 19 من أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة 175 فارسا وفارسة من دول مصر وسوريا وليبيا وفرنسا وألمانيا وأستراليا وهولندا وجنوب أفريقيا. هذا وتقام الفعاليات بوادي الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة، والذي يعد صرحا رياضيا يدعم الريادة المصرية في رياضة الفروسية.